الله يعني شوفوا هذا مبنى البنك المركزي وين القديم يعني صغير متكنم على قده والكبير والله الحين نبي نفر منها نفر ومنها ما نعرف. هذا قصر السيف اللي فيه كلمة كبيرة لو دامت لغيري كما اتصلت إلي. هذا يوم تحرير الكويت 27/2/1991 انا جيته ولا المكتبه. اي والله ابو مجدي تحرير. اي والله انا ويا عمر حمد والشيخ يوسف العيسى الحين بس سفر فره ويانا وهني كانت كلها بالشارع الخليج وايرات حسبنا والله انها هي يعني الغام وبعضهم ينزلون ياخذون المضادات شباب كويتيين يطلقونه. لي كانت المكتبة تطبخ الكتب مثل المرق دشينا طفيناها. شيخ مشعل أحمد أميرنا هني مكتوبة لو دامت لغيرك ما اتصلت إلي. كاهي شوفوها لو دامت لغيرك ما اتصلت إلي يا رب. والشيخ مشعل أحمد أميرنا حفظ الله حاطها على مكتبة يعني قدوة لنا وللجميع. وقولوا يا الله وانتظروا المجلس.